السلام عليكم. بصفتي مستغل مجموعه من سيارات الاجره هنا بمكناس، هذا الشيء اللي كيوقع ديال التطبيق راه غير قانوني وكيسبب لنا اضرار كبيره، لان احنا بحكم اننا كنخلصوا ضرائب منهم البلديه منهم ضريبه للخزينه العامه، كنخلصوا الكرا، كنخلصوا بما يسمى بالحلاوه. وواحد هيجي عنده طنوبيل ب 5 المليون او 6 المليون وينافسك، لدرجه ان الشيافر فاش كيجيو دابا كلهم كيتشكاو. الكورسات اللي قلنا كنديو لبرا المدينه ما بقاوش، الكورسات وسط لاكار اللي وسط المدينه الناس كيتسناو لاكار هابط عامر بالناس راكبين باش يركبوا في الطاكسيات، ما كيوصلوش الطاكسيات، كيلقاو واحد اخرين بالطوموبيلات جالسين كيسينوهم، حنا ما كنعرفوهم عائلتهم ما كنعرفوهم شكون، مجهولين الهويه. حتى الناس اللي كيتيقوا فيهم راه خطر كبير، ما كتعرف واش يديك يسرقك، واش يدي يدير بك شي حاجه، بعكس ان الطاكسي راه قانونيه معروفه، كل نهار كتبوانتي، الشيفورد اللي كيبوانتي بوحدو، الشيفورد النهار كيبوانتي بوحدو. هاد لابليكاسيون اللي دخلات راه غير قانونيه، وكنصحوا الناس اللي حضرنا عليهم وشفناهم انهم تقدموا عند السيد الوكيل، اللي خرج بكفاله 2000 درهم، اللي خرج ب 4000 درهم، اللي خرج ب 5000 درهم، اللي خرج ب 6000 درهم، لدرجه ان واحد خرج ب 50000 درهم عنده حاله العوده، ورغم ذلك باقيين خدامين. هاد الناس هادو حنا ما بغيناش واحد اخرين يطيحوا في هاد المشكل هذا، وفاش كيعيطوا لهاد لابليكاسيون باش تجي تنقدهم او تعطيهم الرخصه باش يهزوا الناس، تيبلوكيوهم، كيطفيو عليهم التليفون بصفه نهائيه. هاد الناس اللي ضحيه ديال هاد لابليكاسيون، والناس صحاب لابليكاسيون شنو الهدف عندهم؟ عندهم الهدف ان لاباج ديالهم تطلع، انك انت تدخل وهذا يدخل وهذا يدخل، هذاك هو الربح اللي عندهم. غير شريفه وغير قانونيه. إلا بغيتي تدخل معايا المنافسة دير اخويا تانت دفتر تحملات، اجي تانت خذ كريمة ودير النمرة بحالك بحالي، وداك الشيفور كلشي تسجل في لابليكاسيون باش تقول لي لا كنخدم الناس اللي بيطاليين، وهاد الناس اللي عندهم قانونيين ومهنيين فين يمشيو؟ يتشردوا باش يخدموا واحد كان ما خدامش، حتى هذاك اللي ما خدامش نوض يدير تا هو الكونفيونس ويجي يخدم مرحبا به. علاش نقول له لا؟ حتى حنا خاصنا شيافر، خاصنا مهنيين، مرحبا به، ولكن باش تخدم بطريقة غير قانونية. هاد الناس اللي ما خدامينش ولا اللي كيقول لك باش يحاربوا البطاله باش يخدموا في التطبيق الحاجه اللي غير قانونيه، اجي حنا كنقولوا لهم مشيو يدوزوا الكونفيونس ومرحبا بهم، يكون مهني، تكون عنده الصيفه، ماشي واحد ما كنعرفوش حتى شكون هو، واش خارج من الحبس، واش عسكري، واش هربان من شي بلاصه ما عرفناش كاع شنو كاين، ويجي ويهز الناس. هاد الناس هادو اللي كيهز راه مسؤوليتنا حنا، حنا اي واحد ضاعت له شي حاجه راه كيمشي للبوست كيلقاها. علاش؟ لان راه كونفيونس، سميتو الكونفيونس ومهني اون بليس. معكم المعي سعيد، كاتب عام سياره الاجره مدينه مكناس، المنضويه تحت لواء اتحاد العام للشغالين بالمغرب. بالنسبه لهذه الابليكاسيون يعني واحد الحاجه مضره للجميع، لا للمواطنين ولا لينا حنا ولا لكل شيء، انما اول حاجه المواطن لما تيركب مع واحد ما كيعرفوش راه كيكون مشكل كبير. مازال الطاكسي راه عندها النيميرو ديالها ديال الكريمه مثلا، حتى لو نسى شي ساك او لو وقع له شي مشكل او لا شي حاجه راه كيعرف فين يتاجر، كيتاجر البوست، كيتاجر بزاف ديال الحوايج، مي هذا نقل عشوائي ما كتعرفوش حتى فين هو ولا فين كيسكن او منين هو، واش مغربي ولا غير ولا ماشي مغربي. ثاني حاجه الضرر اللي كيلحقنا حنا منه واحد الضرر كبير اللي زعما ما عرفتش شكون من مور هاد لابليكاسيون هادي. اول حاجه تبعنا كريمه تنخلصوها، لاسورونس عندنا دوبل، راه ما كنسولوش حنايا بحال البارتيكولي، يعني حنا راه عندنا من 10000 درهم 9000 درهم للعام. بالنسبه للطاكسي صغير، اما البارتيكولي راه كيسول غير ب 3000 درهم ولا ما نعرف، ما عنده رخصه، ما عنده حتى شي حاجه، ويعني كيرخصوا له باش كيهز هذا البلايص، هاد الشركه اللي كتصيفطوا له البلايص بحال كتنصب عليه، انما ما عندوش حق، ما عطياش كريمه، ما عطياش شي حاجه ديال نقل الاشخاص، يعني كتطفل. والضحيه كيبقاو دوك المواطنين لا اللي تيركبوا ولا حتى دوك الناس دابا اللي كيتعاقبوا اللي كيمشيو لهم طوموبيلاتهم الفوريه وداك الشيء، حتى هما راه ضحيه، لان ما علاش هاد الشركه ما عندها حتى شي حاجه قانونيه، يلا كتكذب على عباد الله وكتصيفطهم للمحجز وكتخرج عليهم، وحنا مضرورين، حتى حنا بصفتنا راه حنا مضرورين من الرقم واحد، لان ما عندنا بزاف ديال الصائر تابعنا وبزاف ديال المشاكل. كيبان لك وسط ما بين هاد الشيء هذا وانتوما وهاد الناس هذا؟ يحاولوا يقننوهم، يخصهم يتقننوا، ماشي غير عشوائي غير يعيط يعني لك في التليفون اجي هزني، ما عرفناك لا شكون انت ولا، يتقننوا مرحبا بهم، حتى حنا راه حتى حنا ما عندناش المشكل، يوليو بحالنا بحالهم، او لا حتى حنا نسمحوا في دوك القرايم ونديروا حتى حنا طوموبيلات.
حتى واحد ما بغينا يتضرر، لا المواطن ولا اللي غادي يركب، الكليان ولا كل شيء يكون مزيان. عوده مجدده بما يخص قضيه التطبيق، باش نتموا المشكل ديال التطبيق، لان التطبيق الا ما كان سمي يعني يمكن القطاع كله بصفه عامه في المغرب، القطاع ديال الطاكسي قطاع غير مهيكل غير مقنن، هذه من هذه الناحيه. كيف يعقل غادي تزيد دابا العمليه ديال التطبيق؟ عمليه ديال التطبيق ربما غادي تزيد تشن واحد الفوضى اللي دابا حاليا كاينه فوضى، غادي تزيد تكون فوضى اكثر واكثر فاكثر. علاش؟ لان هذه العمليه التطبيق غتمشي غير مقننه، فبينما حنا سواء كنا مستغلين او مهنيا فتنطلبوا المسائل تكون في اطار قانونها، القطاع يتقنن. وهذه العمليه ديال التطبيق كما قلت سابقا كانت سابقه لاوانها، إذا كانت غتكون عن طريق ديال العمليه ديال الامن، الشرطه اللي بغات الطاكسي يعيط للمركز ديال التنقيط، مركز ديال التنقيط هو اللي سيفط هو اللي سيفط الطاكسي. اما باش يكون يعني غير عبر يعني قنوات هكا يعيطوا للطاكسي يعني وغير قانونيه، ربما هذاك اللي غادي يجي يدي المراه عيطوا له في التليفون، ولا غادي يدي بنت، ولا يدي راجل، يديه يكريسيه، واش عندنا شي ضمانات لذاك السيد؟ ما كاينش شي ضمانات. حنا مع التطبيق، حنا با كونتر، حنا معاه، ولكن يكون قانوني. الا صيفطت مرتي تكون مامنه، صيفطت امي تكون مامنه. فبينما انا الطاكسي راه عنده رقم معدنيه، الا مشات في الطاكسي راه الطاكسي عنده رقم معدنيه، راه مضمن، راه تيدوز المصلحه ديال التنقيط، تي بوانتي، راه معروف الا وقع شي حاجه. وهاد السيره ديال التنقيط، هاد السيره ديال نتاع سميتو، كي غادي يديروا الناس معاها؟ كي غادي يديروا الناس معاها؟ يعيطوا لها بار تليفون ويمشي عنده، ما كتعرفوا والو. غير امينه. ربما بعض السائقين كياخذوها من واحد الجانب انها مزيانه، انها غادي يستافدوا منها، هي غتكون استفاده، ولكن شوفوا لي كومبينو المضرات ديالها، ما نشوفوش غير الجانب الايجابي، نشوفوا الجانب السلبي. لان لو بقينا نشوفوا التطبيق سي داكور، راه كاين تطبيق، انا براسي مع التطبيق، ولكن الا غادي يكون ايجابي، ما الا يكون سلبي راه ما عندنا ما نديروا به. والله يجزيكم بخير، انا كنقولها وتنعاودها، القطاع ديال الطاكسي مادام ان ما مقننش ما عمرو يشوف النور، ما عمر الضو يطلع عليه، غادي نبقاو غاديين غير بالدوريات، الدوريات كتبقى مجرد اقتراحات كتسجل في الاوراق، كتمشي للعمالات، يعني كتولي كتضبط يعني كتطبق على السائقين وعلى المستغلين. مصطفى صابر امين مال جمعيه الصقور مكناس، سنقول اختي بالنسبه لهاد التطبيقات راهم اول حاجه ختامين بطريقه غير قانونيه، واش نقول لك اختي هاد الناس هادو اللي تيتشاركوا معاهم في التطبيقات راه تنعتبروهم ضحايا، حيت اصلا هما ما عارفينش باللي هاد النقل عبر التطبيق راه تيتسمى النقل السري عبر التطبيق، راه ما عندهمش شي رخصه ولا شي سند قانوني باش خدامين. لذا تنصح الناس اللي شافوا هاد التطبيقات يقلبوا ويحاولوا يسولوا واش هما بعدا قانونيين باش يخدموا معاهم. والانسان الا بغى يخدم مع اي حاجه خصو يسول عليها، ماشي غير يجي يشوف طمع بحال تيقول له غادي تصوروا معنا 4000 درهم غادي تحسن المصروف نتاعك. اش نقول لك اختي تيلاحظوا تيشوفوا الناس مساكن مع الكورونا وما شي هذا، شحال من واحد فقد العمل نتاعو، شحال من واحد ما بقاش خدام، تيركزوا على هذه النقطه هذه باش تيستقطبوا الضحايا نتاعهم. هادو تنسميهم انا ضحايا، لحقاش فاش تيوقف توقيف شي عنصر من هاد العناصر، الناس اللي تيقولوا هما كابتن، هاد الكابتن هذا تيتفاجئ بالشرطه، تيتفاجئ بالديباناج، فاش يمشي للمحكمه تيحكموا عليه بمخالفه تتقدر ما بين 6000 درهم وسحب البيرمي نتاعو المده نتاع 3 شهور، وتتمشي العربه نتاعو للمحجز مده نتاع 15 يوم. هاد الشيء هذا تنطالبوا من السلطات الى كاين شي حل جذري بالنسبه لهاد المشكله هذه، لحقاش اثرات على السائقين بشكل كبير. حنا راه تنكونوا في لاكار، اذا بينا تنتفاجئوا بسيارات خاصه وفي سيارات فارهه تتجي تتنقل الركاب، حنا جالسين والكليان تيباسي تيدوز الطاكسي وتيمشي. شكرا. فيما يخص الموضوع اللي طرحته دابا، هو واحد الموضوع اللي هو مهم، اللي صراحه خص مجموعه من الناس المغاربه يفهموه، لانه يتعلق بموضوع ذو رهينيته خاصه في الشق القانوني، لان مجموعه من الناس ما تيفهموش هذا النقل السري شنو هو وشنو في الاخر يقدر يؤدي العواقب ديالو. طبعا فاش كنتكلموا على العقوبه ديال النقل السري ديال الاداء ديال الغرامات ديالها وكيفيه ديال العقوبه الجنائيه اللي غادي تصدر في حق هذا المتهم في حاله ضبطه في حاله تلبس. طبعا مؤخرا لاحظنا واحد يعني مجموعه من الناس كيستعملوا واحد لابليكاسيون، هذا
لابليكاسيون ما عارفينش العقوبات اللي تقدر تدي بهم في الاخير الى تضبطوا هما متلبسين. بالنسبه لنا احنا في المغرب ما كاينش شي قانون تيعطي لهاد الناس هادو انهم يطبقوا هاد لابليكاسيون، لان القانون جاء واضح فيما يتعلق بالمأذونيات التي يمكن ان تسلم للاشخاص الذين يتقدمون بطلب الحصول على هذه المأذونيات. وبالتالي احنا غادي نهضروا من ناحية القانونيه، لا يعقل ان عندنا واحد القطاع منظم اللي هو القطاع ديال سيارات الاجره في المغرب، وقطاع اللي هو مؤمن، وقطاع اللي هو يعني تيخضع لواحد المراقبه صارمه من طرف السلطات المحليه ومن طرف يعني المخفر ديال الشرطه اللي كل نهار تيمشي وتيديروا فيه واحد تسجيل على انهم يعني تيحملوا مواطنين معهم. وبالتالي ما غاديش يمكننا نناقشوا في واحد الموضوع اللي كيتعلق بواحد الابليكاسيون اللي هي جديده وما عارفينش يعني العواقب. العواقب نعم. فبالنسبه لك هل هناك حل من الناحيه القانونيه فيما يتعلق بهذا المشكل باش يعني الطرفين يكونوا بجوجهم رابحين وحاجه عارفين مصدر الرزق، خصوصا الاصحاب النقل واصحاب التاكسيات كيف ما سمعنا في التصريحات السابقه، بنظرك شنو هو الحل؟ بالنسبه لنا احنا تنهضروا خاصه على مدينه مكناس، ونقدروا نقولوا اننا نهضروا على المغرب كامل، ما كاينش لحد الان قانون صريح اللي تيقول لنا على ان هذه الابليكاسيون راها تستعمل بواحد الطريقه اللي هي مشروعه. قلت على ان هذا التطبيق كيتستعمل بواحد الطريقه اللي هي غير قانونيه، وبالتالي ما غاديش يمكن لينا نقبطوا واحد الانسان اللي هو في حاله تلبس مستعمل هذا التطبيق، وما غاديش نديروا مع القانون، لان هذوك الناس اللي تيخدموا في الطاكسيات هادو راه عندهم عائلات، راه تيخلصوا ضرائب، راه تيخلصوا واحد المجموعه ديال يعني الرسوم لفائده الدوله المغربيه، وبالتالي لازم الحمايه ديالهم. لحقاش الا طلقنا هاد لابليكاسيون هادي كيجي واحد الانسان تيشري لواحد السياره مثلا بواحد 70000 درهم ولا 60000 درهم وتيولي تيخدم بها بهاد لابليكاسيون، وتيولي تيخدم على انه عنده سياره اجره، في حين ان سياره الاجره حنا تنعرفوا الضوابط القانونيه كيف تسلم هاد الادونيه وكيف كيشريوها الناس اللي كيستغلوها. واحد الانسان جا شراها ب 40 مليون وتيخلص كل شهر يعني الكراء ديالها، وعنده مجموعه من المصاريف المتعلقه بالسائق ومتعلقه بالمصاريف الاخرى، وغادي يجي واحد الانسان اللي غادي يشتري سياره ب 60000 درهم وغادي يطبق هذه الابليكاسيون ويولي سائق سياره اجره. وبالتالي هناك ضحايا كذلك استاذ. نعم كاين مجموعه من الضحايا ديال هذا الابليكاسيون ديال هذا التطبيق، وبالتالي هاد الضحايا هادو انا كنتمنى كرجل قانون انهم يجيو ويتقدموا بشكايات في الموضوع. علاش؟ لان هذا الابليكاسيون او هذا التطبيق اليوم تنشوفوا بان ما كاينش واحد القانون اللي تيرخصه، وبالتالي في غياب قانون يرخص هذا التطبيق نكون امام مساءله قانونيه. وبالتالي هاد الاشخاص هادو اللي تيقولوا بانهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال فعلا طبقا للقانون الفصل 540 من القانون الجنائي راهم تنصب عليهم. علاش؟ لانهم كيمشيو لواحد الابليكاسيون كيستعملوها، وبالتالي من بعد فاش كيبغيو يتصلوا بهذيك الابليكاسيون من اجل يعني المتابعه تلقاو بان راسهم تبلوكا وتحجب الرقم ديالهم وتحجب الاسم ديالهم، وبالتالي هنا حنا تنبقاو تنتعاملوا مع واحد اكس واحد 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 الحاجه اللي هي ما كايناش، في حين ان سائق ديال سياره اجره فهو سائق موثوق، سائق اللي تتركب معاه امي وكتركب معاه اختي وكتركب معاه الزوجه ديالي وتركبوا معاه ولادي وعنده رقم ديال السياره، وبالتالي يقدر يجيبهم حتى الا تلفات مثلا شي حاجه خاصه بالملكيه ديال هاد الابناء ديالك ولا الزوجه ديالك ولا الاخوان ديالك ولا اي واحد، كيديها للبوست ديال البوليس اللي تيبونتي فيه كل نهار وكتكون امنه. ما غيمكنناش نجيو اليوم وغادي نقولوا بان هاد التطبيق راه هو سليم، لان السيد العامل مشكورا ديال مكناس صدر واحد القرار، وصراحه قرار اللي كنشوفوا بانه قرار جري وقرار في المستوى المضمون ديالو، تيقولنا بان هذا التطبيق غير قانوني، وبالتالي كل شخص ضبط مستعمل لهذا التطبيق فانه تسحب منه رخصه الثقه اللي كانت عنده ويحال على المجلس التاديبي، اضافه الى انه غادي ندوزوا للشق الجنائي انه يحال على المحكمه الابتدائيه ويصدر السيد وكيل الملك متابعه في حقه، وقد تؤدي به هذه المتابعه الى سحب رخصه السياقه لمده 3 شهور ثم الى غرامه ماليه، وقد يؤدي الامر في حاله العوده الى السجن والى يعني مجموعه من الغرامات. علاش هذا الشيء كامل؟
لان ما كاينش واحد نص قانوني اللي كيوضح لنا الضوابط القانونيه. وبالتالي في غياب نص قانوني نكون امام استعمال غير مشروع وغير شرعي. وشكرا.